لكن اللي بيثير احيانا التعصب وهي ان الاعلام يتخلى عن دوره بكل وسائله حتى لو اعلام مقروء، ويبدا هو اللي يخلق حاله تعصب، بل بالعكس منحنى جديد من التعصب. مجله نادي الزمالك نشرت خبر عن اللاعب امام عاشور، نستعرض الخبر. قالت فيه: تهديدات لامام عاشور بالقتل والاعتداء عليه في منزله. طبعا احنا شفنا بعد كده توضيح من وزارة الداخلية احد المصادر اللي قال ان اقوال الشهود اكدت عدم حدوث تعدي على اللاعب او شقته او سيارته، وتبين عدم وجود اي تلفيات في السيارة. عايزين نتكلم ان بجد في الوقت ده لازم ناخد بالنا. بالعكس، احنا لو بنحاول نلقي الضوء على ظاهرة ايجابية، فعلى الأقل الظواهر السلبية لو مش هنعالجها ما نخلقهاش. النوعية دي من المنشطات لازم نقف عندها، ونتمنى إن احنا ناخد بالنا. لو بجد عندنا نوايا تخص نبذ التعصب احنا معاكم فيها، ولكن أهم حاجة نكون صادقين بجد.